لو رأنا عليه بجد حاجتين مالهمش تاني، او خلينا نقول ثلاث حاجات مالهمش رابع. نمره واحد جمهور النادي الاهلي في المدرجات، نمره اتنين قياده مارسيل كولر، ونتمنى ان شاء الله انه يكون يومه ويقدم واحده من اروع عروض النادي الاهلي تحت قيادته. نمره ثلاثه جاهزيه اللعيبه، وهنا ما بتكلمش على النواحي البدنيه والتكتيكيه بقد ما بتكلم على الروح. اي 11 هيلعبوا الماتش ده هيطلعوا 120 130 قول 150% من اللي عندهم، الاهلي يقدر يتجاوز مازيمبي. ولكن هرجع اقول لك مره ثانيه، كره القدم ما بتعترفش بالتاريخ وما بتعترفش بالحسابات وما بتعترفش بالمنطق، والدروس قدامنا كتير جدا. محدش كان متخيل انه ثلاثه من افضل فرق انجلترا، الدوري الاقوى على مستوى العالم، ليفربول ارسنال سيتي اللي بينافسوا اساسا على لقب البريمير ليج، يخرجوا من البطولات الاوروبيه بالشكل ده. محدش كان يتخيل انه السيتي يخرج قدام الريال، محدش كان يتخيل انه الارسنال يخسر قدام بايرن ميونخ، ومحدش بالتاكيد كان يتوقع انه اتلانتا يقصي ليفربول من اليوروبا ليج. فبالتالي احنا بره حسابات المنطق.